هدف اول فرصه وهدف جول 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 جول. من لا يسجل من لا يسجل يقبل. البير يضيع والشباب ثالث فرصه لحمد الجعبري، ثالث فرصه في ظهر الدفاع لترابين، لمها مره ثنتين صلح للجعبري، ضيعها في الاولى لا تضيع في الثانيه، وهذه الكره في الشباك. 1-0 للشباب. بدات القصه من قدم تامر الصيام ومتابعه ترابين خلف الدفاع، المهاره ثم التسديد الاولى والثانيه في الشبكه. هذه كره وتصويبه من شهر الطويل، ترتد داخل منطقه الجزاء، خطيره جدا والهدف الثاني. جول جول ثاني للشباب. حمادة اليوم بلغ شهر شوت، وكرة تعود أمام وجد، ضاعت عليه ثم أمام حمادة الجعبري، فرصة ذهبية للتهديف ومن مكان قريب جدا للحارس.